السلام عليكم. بالمحاضرة السابقة أخذنا الترنري isomorphous system اللي كان يتضمن two phases اللي هو liquid و solid phase اللي يتضمن complete solubility of three components at solid state and liquid state at liquid above liquid S-line. هسه نكمل لكن ناخذ ternary eutectic system هاي الحالة اللي هو بين قوسين no solid solubility يعني ما بي ذوبانية جزئية خلينا نقول من كل عنصر بالآخر حتى يكون أسهل اللي هو شي يضمن يضمن التحول من حالة الليكويد إلى ليكويد يتحول إلى ألفا زائدا بيتا زائدا جاما فيز. الألفا ترتبط بالأي والبيتا ترتبط بالكمبوننت بي والجاما ترتبط بالكمبوننت الثالث اللي هو سي زين وثلاثة هن أطوار منفصلة بحالة الانجماد ولذلك يكون عندنا الأي والبي أثناء الليكويد يتحول هنا ليكويد زائدا ألفا ليكويد العفو زائدا ألفا وهنا شي يصير عندي ألفا وحالة البي بين البي والسي والسي والأي من نفس الحالة من نكونهن نحولهن إلى ترنري سيستم نخليهن على أطراف المثلث ذني الثلاثة وإذا نريد نطلع الليكودس سيرفيس اللي هي اللي تكون اليوتكتيك بوينت المشتركة بين الثلاث مخططات الثلاث عناصر الكومبوننت فننزل خط منا وخط منا من اليوتكتيك وخط من اليوتكتيك ونرسم ذني الخطوط متعامدة بيناتهم يطلع لنا هذا الشكل اللي هو شي يمثل هاي النقطة اللي تمثل اليوتكتيك بوينت يعني بالترنري سيستم هسه صارت عندنا بوينت وليس لاين اوكي هذا اليوتكتيك لاين بين الاي والسي هذا اليوتكتيك لاين بين البي والسي وهذا اليوتكتيك لاين بين الاي والبي واليوتكتيك بوينت اللي تجمع الاي والبي والسي ثلاثتهم من نشوف الشكل بال 3 دايمنشنال ايزومتريك فيو يمثل ان هذا الشكل هذا السطح كله وهذا السطح وهذا السطح ذني الاسطح الثلاثه ان شيء يمثلن الليكودس سيرفيس للترنري الوي واتيفر اني بوينت في اي نقطه موجوده يعني اي نقطه فوق ذني المستويات الثلاثه شو تمثل ليكود من تنزل جوا المستويات الثلاثه مباشره شو راح يصير عندي راح يصير عندي حالة انه شي يصير ليكويد زائدا one phase تمام ونقدر نمثله بهالشكل انه اني يعني مثل ما اخذنا منها ناخذ هاي النقطة ونسقطها ونطلع ذني النقاط الثلاثة مثل ما شوفنا هنا نقطة الاي هاي اليوتكتيك بوينت ناخذ خط افقي اللي هي هاي النقطة ام وهاي النقطة بي نفس الحالة منها هاي معلمة عندنا وعندنا نفس الحالة هنا معلمة عندنا اليوتكتيك بوينت وين راح يصير راح يصير أسفل من ذن النقاط الثلاثتين تكون أوطأ نقطة بيهم يعني هاي تنزل هاي نقطة الدي والإي والجي راح تتولد عندنا نقطة هناك اسمها البي اللي هي السنتر اللي تكون أوطأ نقطة بيهم وهاي النقطة نقدر ناخذ منها مثلث مستوي نقاطعه ويا ذني للنقاط العفو الأعمدة الثلاثة مات temperature لكل component راح تمثل النقط الجديدة اللي هي البي والكي والآي تمام حتى من هاي نستنتج الحالات اللي راح تصير عندنا المحتملة بالفيز ريجن المتوقع عندنا بهذا الشكل هي ذني الحالات أول شيء homogeneous liquid phase اللي هو قلنا فوق كلهم liquid plus one solid phase اللي هي جوا هذا السيرفيس وهذا السيرفيس وهذا السيرفيس واحتمال عندنا شيء يصير عندنا liquid plus two solid phases اللي هسه نشوفها وين و three solid phases اللي هي وين تصير جوا البوينت P اللي عندنا منها three solid phases من نجي نمثل الشكل هذا قلنا الليكويد السيرفيس الابوف ات اللي اعلى شيء منه اللي هو كله ليكويد اللي جوا تصير عندنا الاطوار اللي هو اما
liquid plus one phase or liquid plus two phase. واللي أدنى من النقطة P gauge يصير شنو؟ three solid phases. نجي هنا هسه هذا الشرح إذا نريد نشوفه شو نقول. Boundaries between two phase regions and three phase regions. الحدود اللي تضم بين طورين وبين ثلاث أطوار. With reference to figure اللي هو هذا الفقر الجو اللي صراحة شوف هذا الفقر. The surface P E F J. هاي النقطة P اللي هي أوطأ نقطة E F J P يرجع. إذا نشوفوا هذا الشكل هاي المنطقة وهاي المنطقة. يعني حتى نوضحها تكون هاي المنطقة عندنا هذه. هذا السيرفس. هذا شنو البي؟ represents the boundary between the liquid region and liquid plus one solid phase. يعني هذا فوق liquid region جوا liquid plus one solid phase فقط. اوكي اللي هو بالحالة راح يكون طور بي اللي هو ال بيتا. زين نجي the surfaces P E G I يا هو P E G I P هذا السيرفس اللي هو الكونتور ماله مبين باللون الأزرق. هذا شيء يمثل التالي. والاخ المقابل له اللي هو البي جي اتش اي جي بي جي اتش اي جي يرجع. يعني المناظر لهذا من الجهة الاخرى. يعني هذا السيرفس وما ما ما داعي ارسمه من جديد. رسم السيرفس واحد والمناظر الى من ذيك الجهة. شي يمثل ذاك؟ يمثل represent the boundary between the liquid one solid phase اللي هو الفوق هذا الحكي هنا region and the liquid plus two solid phases. يعني هذا السيرفيس الأزرق والمقابل اللي يمثل هو الحد الفاصل بين هذا السيرفيس اللي جوا اللي هو liquid plus one solid phase وبين اللي جوا هذا الأزرق اللي حكينا عليه اللي هو liquid plus two solid phases. تمام. هاي الحالة الأخرى وبنفس الحالة من نطبق هاي العملية. احنا هاي طبقناها باتجاه البي. باتجاه الاي طبعا المساحة تختلف لأن النقطة بي زاحفة باتجاه النقطة بي. زين فيكون عندنا السي دي اي بي هذا يمثل الانتقال اللي فوقه هو ليكويد بلس 1 فيز والجوا هو ليكويد بلس 2 فيز. نفس الحاله بالنسبه للنقطه سي الفوقه ليكويد هذا الكيرف اللي تشوفونه اللي فوقه ليكويد بلس سوليد one phase والجوا liquid plus two phase region. وبالنسبة للأي نفس المبدأ نأخذه أيضا بين النقطة P O B C يمثل الفوقة liquid plus one phase والجوا liquid plus two phase. تمام. وهذا اللي حكينا عليه بالاتجاه الآخر اللي بالبداية بالنسبة للنقطة B وهذا بالنسبة للنقطة C يعني للكمبوننت C. تمام. حتى نجمعهن نقول هذا السطح وهذا السطح اللي فوقهن اثنينهن يعني اللي فوقهن liquid
بلس 1 فيز وجواهن ليكويد بلس 2 فيز. اللي جواهن جوا هذا الخط شو يصير؟ لا 3 سوليد فيز. اذا نجمعهن كلهن للتيرنري سيستم يكون بهذا الشكل، هذا طبعا ذيك الجهه اللي راح المفهوم اصعب. فش يصير؟ هاي السيرفيسز كلها اللي فوقها هذا السيرفيس 1 2 3 4 ذني اللي فوقهن ليكويد بلس 1 فيز واللي جواهن ليكويد بلس 2 فيز. اذا نجي كمثال at temperature T1، هاي T1 هي اقل من الميلتنج بوينت للكومبوننت A ولكنها اعلى من الميلتنج بوينت للكومبوننت B والكومبوننت C، فراح تتقاطع ويا من هاي T1 السيرفس مال الموازي للقاعدة، راح يتقاطع ويا من ويا فقط السيرفس اللي يتعلق بالجهة A فقط اللي هو هذا السيرفس، يتقاطع ويا بالنقطة واحد والنقطة اثنين. من نجي ناخذ البروجكشن ماله شي بين عندنا هاي المنطقة كلها الليكويد، وكيل انتم مثل ما تشوفون ان هذا السيرفس يقع بالفضاء اللي فوق هذا الترنري سيستم سيرفيسز، فكله يكون ليكويد، ما دون شي يصير ليكويد زائدا الكومبوننت اي. تمام. اذا نزلنا شوية بالنقطة تي 2 شي يصير عندنا اللي هي شو تمثل؟ اللي هي تمثل اقل من نقطة الانصهار للكومبوننت اي واقل من نقطة الانصهار للكومبوننت سي، لكنها اعلى من نقطة الانصهار للكومبوننت بي، فراح تتقاطع ويا من؟ ويا هذا السيرفس بالنقطة واحد اثنين، وتتقاطع ويا هذا السيرفس الاخر بالنقطة ثلاثة واربعة. البروجكشن مالها شي يبين؟ يبين هاي الاريا اللي تمثل ليكويد زائدا اي وذيك الاريا اللي تمثل ليكويد زائدا سي، وهاي الاريا الثالثة اللي هي كلها العناصر او الكومبوننت ثلاثتهن في حالة الليكويد. تمام. نزلنا بالنقطة تي 3 اللي هي شو تمثل؟ below the eutectic temperature of the system A C but still above the melting point of B، اللي هي جوا اليوتكتك سيستم مال الاي سي، هذا الاي سي اليوتكتك مالته وين؟ هذه اذا تشوفوها يعني نكبرها، هاي اليوتكتك بوينت مالت السيستم اي سي. اذا اخذنا تي 3 هي جواها، لكن هي اعلى من اليوتكتك هذه ومن هاي اليوتكتك واعلى من درجة انصهار العنصر بي، ايش راح يتولد عندنا؟ راح يتولد عندنا ريجنز اخرى. اول شيء تتقاطع ويا هذا السيرفس بالنقطة واحد واثنين، لكن راح تتقاطع ويا اليوتكتك لاين هذا اللي تمثل هاي النقطة البروجكشن مالها اليوتكتك لاين. تمام. وتتقاطع ايضا ويا النقطة 3 اللي هي هذا اللاين، وهنا منطقة الليكود، فهاي المنطقة كلها ليكود. ذيك المنطقة ايش راح يصير بيها؟ يصير ليكويد بلس اي بلس سي، ليكويد منطقة بيها ليكويد بلس اي بلس سي. هاي المنطقة مثل ما فهمنا من نشبه الرسم اللي قبله اللي ليكويد زائدا سي، وهاي المنطقة هي ليكويد زائدا اي. تمام. اذا ناخذ تي 4 اللي هي شو تمثل؟ تمثل temperature below the melting point، اقل من الميلتنج بوينت لل كومبوننت ثلاثتهم، وأقل من اليوتكتيك تمبريتشر للأي والسي سيستم، لكن أعلى من اليوتكتيك تمبريتشر للأي بي، وأعلى من اليوتكتيك تمبريتشر للبي سي. لذلك راح تتولد عندنا كم منطقة؟ خمس مناطق. المنطقة الأولى ليكويد، المنطقة الثانية ليكويد زائدا أي، المنطقة الثالثة ليكويد زائدا بي، المنطقة الرابعة ليكويد زائدا سي، والمنطقة الأخيرة اللي ليكويد زائدا أي زائدا سي. زين. فإذا نشوفها بهذا تمثيلها، هاي التي 4 هي أقل من اليوتكتك بوينت المن للأي سي، وأقل من لكنها أعلى من اليوتكتك بوينت لأي بي وبي سي، فش راح تتولد عندنا الريجن؟
هاي المنطقة الأولى ايش راح يصير عندنا تقاطعات تتقاطع ويا هذا التاي لاين وهذا التاي لاين وهذا التاي لاين وهذا التاي لاين وهذا، فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمس تقاطعات راح تصير. من نشوف هنا واحد هاي اثنين هاي ثلاثة أربعة خمسة، تتولد عندي الريجن التالية مثل ما قلنا ليكويد هاي الوسطية اللي هي هنا تصير بالمنتصف فوق هذا السيرفس، تمام؟ يعني هذا السيرفس يا هو الميلتينج بوينت مالت الكومبوننت بي الى اليوتكتيك بوينت الى النقطة بي اللي هي اليوتكتيك بوينت للتيرنري الى اليوتكتيك على اليوتكتيك لاين اللي يوصل لليوتكتيك بوينت بين الاي والبي، هذا السيرفس اللي فوق فوقها. فشو تصير هذا الشكل، هاي منطقة الليكود. هاي المنطقة الأولى مثل ما قلنا راح تصير هي ليكود زائدا اي وهاي ليكويد زائدا بي وهاي ليكويد زائدا سي، كم منطقة؟ واحدة اثنين ثلاثة. المنطقة هاي كبرت مثل ما هسه إذا نرجع هذا الشكل هسه خلينا عليه نرجع على اليمن على هذا الشكل ليكويد زائدا اي زائدا سي، من كانت التمبريتشر أعلى كانت أقل مساحتها، هنا صار بيها صارت مساحتها أكبر. ليكويد زائدا اي زائدا سي هنا ثلاث ثري فيزز تو فيز تو فيز تو فيز وهنا سنجل فيز، كم منطقة صارت عندنا؟ خمس مناطق. نستمر بالنزول بدرجة الحرارة ولنفرض عندنا درجة T5 اللي هي شنو؟ أعلى من اليوتكتيك تمبريتشر للبي سي سيستم. وين البي سي سيستم؟ هذا البي سي أعلى من اليوتكتيك تمبريتشر لهذا السيستم، ماشي؟ But below all other melting point and eutectic points. لكن هاي T5 هي أقل من كل اليوتكتيك بوينت، يعني هاي اليوتكتيك بوينت وهاي اليوتكتيك بوينت أقل منها وأقل من الميلتنج تمبريتشر للعنصر A و B و C، لكنها فقط أعلى من حالة واحدة فقط، أعلى من ياهو من اليوتكتيك تمبريتشر of the BC system، يعني أعلى من اليوتكتيك تمبريتشر، يعني إذا نفرض غير النموذج عندنا، إذا لذلك نقول T5 هي تمثل منطقة أعلى من اليوتكتيك تمبريتشر لسيستم واحد باينري فقط وأقل من الجميع. فتتولد عندنا كم منطقة؟ التقاطع وين راح يكون؟ واحد اثنين ثلاثة، هذا اللي يبقى عندنا أربعة، تمام؟ هاي المنطقة تصير يعني قليلة لأن هي هاي جواها جواها تمثل اليوتكتيك بوينت للبي سي اللي هي أعلى منها، فراح تمثل النقطة ثلاثة النقطة أربعة اللي بالنص بيناتن الجواهن هي شنو اليوتكتيك بوينت للسيستم بي سي. فش تتولد عندنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، تتولد عندنا ست فيزات. فيز الأول ليكويد زائدا أي، الثاني ليكويد زائدا سي، ليكويد زائدا بي، بالنص ليكويد. هنا شو يصير عندي؟ ليكويد زائدا أي زائدا سي. هنا شو يصير عندي؟ ليكويد زائدا أي زائدا بي، ماشي؟ فهذه تصير كم منطقة عندي؟ ست مناطق. والحالة الأخيرة اللي تكون عندي اللي هي نفرض temperature T6 هي تكون فقط أعلى من الترنري يوتكتيك temperature. الترنري يوتكتيك temperature هي نقطة واحدة موجودة but below all the other melting point and eutectic points. تتولد عندي سبع مناطق مثل ما نشوف هسه. عندي أنا ال P هي هناك ال P اللي هي اليوتكتيك بوينت التقاء هذا اليوتكتيك وهذا اليوتكتيك لاين وهذا التي 6 هي اعلى منها بشويه، فش راح تتقاطع؟ تتقاطع ويا هذا السيرفس وهذا السيرفس وهذا السيرفس هذا السيرفس وهذا السيرفس هذا السيرفس، راح تولد لي تولد لي مثلث صغير اللي هو منطقه ليكويد تكون قليله جدا. نقاط التقاطع عندي ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، بين هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط. شو يصير عندي؟ هنا ليكويد زائدا اي، هنا ليكويد زائدا سي، ليكويد زائدا بي. هنا ايش راح يصير عندي؟ ليكويد زائدا اي زائدا بي، ليكويد زائدا بي زائدا سي، ليكويد زائدا اي زائدا سي. كم منطقه صارت؟ 1 2 3 4 5 6 7، سبع مناطق، سبع انواع من توزيع الاطوار صار عندي. اذا عندي درجه حراره موقعها يكون اعلى قليلا من اليوتكتيك بوينت للترنري دايجرام. اللي هنا راح نتوقف ونكمل بعدين المحاضرة الأخرى
على solidification sequence اللي يصير للعناصر بدءا من حالة الليكويد وانتهاء بالسوليد 3 phases. وشكرا جزيلا.